السوري ما له حل إلا الانتصار، لأنه الشعب السوري قدم كثير تضحيات. ما راح نتخلى عن مبادئنا أبدا. الهدف النهائي إسقاط النظام كشرط أول. الهدف كانت بدنا الحرية، والشعب مو طالع غير مشان الحرية. بدنا حرية مزبوط، بس بدنا أمان، لا طيران لا قصف. إذا ضلينا ماشيين على هالمشي هاي انتصار ما في. الثورة انطفت هلا، بس نحن ما انطفينا. لا يمكن أبدا أنه نتوصل لحل سياسي مع النظام الأسد.